بعد أن بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها تدريجيا ومع تقليل إجراءات الحظر الوقائي من قبل اللجان المختصة بمكافحة جائحة كورونا، دعا بعض المواطنين في ميسان بفتح الأماكن الترفيهية والحدائق العامة قبل عيد الأضحى المبارك، مع تأكيدهم على الالتزام بالإجراءات الوقائية والإرشادات الصحية. نطالب خلية الأزمة في المحافظة وفي على مستوى البلد بفتح الحظر الشامل لكي يمارس المواطنون عملهم قبل العيد، لكي يمارس المواطنون عملهم بعد أن أغلقت المطاعم والمتنزهات بحدود ما يقارب 15. نطالب بفتح الحظر قبل العيد لخروج العوائل. أشهر مضت وهذه الأماكن مغلقة بسبب تفشي وباء كورونا، ومنذ ذلك الحين والمواطن ليس له متنفسا سوى الجلوس في المنزل ولفترات طويلة، ما انعكس اجتماعيا واقتصاديا على مجمل تفاصيل الحياة اليومية. نطالب خلية الأزمة برفع الحظر عن الأماكن الترفيهية، لأن عالم معصورة وإحنا أصحاب عوائل إحنا مشغلين هنا بها، والوضع يعني زين، الإصابات قليلة حاليا هنا بالعمارة، ونطالب خلية الأزمة ورفع الحظر على المتنزهات الترفيهية. اليوم نرى العالم جميعا الأوروبية، الدول الأوروبية والدول الأخرى تعايشوا مع هذا المرض، مع الاحتياطات المواطنين أن يلتزمون بجميع الوقاية الصحية مثل الكمامة والقفازات. وتنطلق دعوة المواطنين بفتح الأماكن الترفيهية من شعور متفائل ووعي صحي يسمح له بمواجهة فيروس كورونا الذي بدأ ينحسر تدريجيا في ميسان. ويرى المواطن أنه بحاجة لفتح هذه الأماكن الترفيهية بعد شهور طويلة من القلق والتوتر والحجر المنزلي، وأن وعيه الصحي أصبح جاهزا لمواجهة هذا الوباء. سيل البديري، العراقية الإخبارية، ميسان.